سنثأر يا سوريا عن قريب، ستبني فخارا بشعب نجيب. إذا اشتد يا هومن عليك الأسى، للعسر يسر يزيل الكروب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو مدخل مدينة محسن، والتي سنزورها في هذه الجولة علنا نعرف بأهلها وبصمود أهلها. طبعا مدينة محسن تقع في الريف الشرقي لدير الزور، وتحررت في صبيحة يوم 8/6/2012، تعتبر أول المدن التي فرت منها عصابات الأسد كما كتب على مدخلها. لم يبقى شبيحة هنا، عصابات الأسد فرت من هنا. محسن التي تعرف أيضا بمحسن الصمود لصمود أهلها، جرى فيها أول اشتباك، دمرت فيها أول دبابة، أسقطت فيها أول طائرة على يد البطل أبو علاوي حفظه الله. هذا هو قوس الصمود كما يحب أهله أهل هذه المدينة أن يسموه. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. هنا حيث ينام الشهداء، هذه هي مقبرة الشهداء في مدينة محسن، المدينة التي قدمت يعني عدد كبير جدا من الشهداء. هذه قبور لبعضهم، يعني بعضهم لم تستلم جثثهم، ماتوا في أقبية النظام نتيجة التعذيب. طبعا كان النظام يوما ما يعول كثيرا على هذه المدينة في قمع التظاهرات، نتيجة عدد المنتسبين إلى الجيش الذي كان جيشا عربيا سوريا، جيش الأسد. يعني نسبة الضباط جدا عالية في هذه المدينة، ونسبة المنتسبين إلى الجيش أيضا جدا عالية. كان النظام يتمنى أن يساعدوا ويقفوا إلى صفه يوما ما، ولكنهم خذلوه ووقفوا إلى جانب شعبهم، وبدأت الثورة من هنا. يعني محسن هي شرارة الثورة في مدينة دير الزور. ويعني يذكر أن أول مظاهرة خرجت ضد النظام تطالب بالحرية وبإسقاط النظام كما يروي لنا الكثيرون، كانت بتاريخ 18/3/2011، يعني منذ بداية الثورة ثارت هذه المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شلونكم يا شباب؟ الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، حياك الله. انتم مرحبا اخوي، شلونك؟ اهلا وسهلا، ان شاء الله بخير. الله يخليك يا رب. الله يعطيك العافيه. ميت اهلا وسهلا، حياك الله. رجعتم على هاي الامور القديمه بالشغل؟ والله ايش بدنا نسوي، بدنا نعيش، يعني بدنا نعيش، يعني ما ظل غير هالوسيله هاي لحتى نقدر نعيش. يعني بصراحه راحت وظائفنا، وراحت يعني بيوتنا تدمرت بالبلد، وحتى بالقرى يعني الأغلب المناطق تدمرت، ولجأنا لهالشيء هذا. طبعا الشغل هذا بدنا ناكل خبز من وراه. يعني انت اخوي، ما انت من سكان القرية؟ لا طبعا، انا كنت ساكن بالبلد وتدمر بيتي بالبلد، ورجعت على القرية لحتى يعني اعيش بالقرية. نعم، عرفت شلون؟ نعم، ارجع للفلاحة لأنه ما في شغل، يعني بصراحة ما في. وشوفت عينك، يعني نشتغل، بدينا أول كل هالشغلات هاي كنا نشتغلها عن طريق التركتورات والمعدات الزراعية. ايوه، عرفت شلون؟ تمام. فصرنا نشتغل بدينا. اليوم المازوت ما في مازوت، يعني بصراحة المعدات كلها واقفة، يعني ولجأنا أنه بدنا نشتغل بدينا، يعني بدنا ناكل، شو بدنا نسوي؟ الله يعطيكم العافية. ميت أهلا وسهلا، حياك الله. على الطريق على
طيارة ها؟ ايه طبعا. الله يستر. امين يا رب. امين يا رب. تعبتم الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. شلون امور الفلاحة ان شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مستورة والحمد لله. شوفت عينك يعني. احنا نفلح والطيران بشار الاسد فوقنا بده يقصفنا يعني بصراحة يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شلون اخوي امور الفلاحة؟ شلون الموسم؟ شلون المستلزمات؟ والله بالنسبة يعني السماد والله يا اخوي بالنسبة للفلاحة الحمد لله طبعا مثل ما انت شايف نزرع الحنطة. نزرع الحنطة هذه بلش موسمها بفصل الشتاء والحصاد بفصل الصيف يعني عارف شلون. بالنسبة لامور السماد والمواد الاخرى طبعا اول كنا نحط سماد ونحط اول كان حقت شيء السماد مثلا 500 ليره اليوم حقه 5000 ليره. نعم ما 5000 ليره. 5000 ليره يعني ما عندي امكانيه اني اروح اشتري كيس سماد ب 5000 ليره تاجي اطشه بالارض عرفت. وطحين ما في الفران كلياتها مسكره. لجأنا انه نزرع يعني الارض تطلع بخساره بصراحه تطلع خسران. بس رغم هالشيء هذا احسن من ما تروح توقف على الفرن وتجي مثلا الطياره تضربك وانت على الفرن او بالاضافه انه الافران ما في طحين يعني. بالنسبه للسماد هاي الشغله الاولى. بالنسبه لامور الجرارات الزراعيه يعني التراكتور بالعاميه يعني بصراحه. نعم. الجرارات اول كان مثلا يكربون يجهزون الدانم ب 400 ليره او 350 ليره اليوم 1600 ليره يعني بصراحه صعب غاليه عرفت شلون. مواد كلها غاليه وجور غاليه واليد العامله غاليه. ايه اخوي شلونك؟ الحمد لله. شلونك انت؟ الله يسلمك يا رب. يعني امور الفلاحه صعبه جدا والله امور ومع هالشيء مستمرين. مستمرين اجره العامل غالي والاله اليوم غالي يعني الاله مقابله كل شيء بغلاء يعني صاحب الاله زاد يعني يتضرر من وراء الغلاء مثل ما انت شايف اكيد نتيجه غلاء المازوت مع انه احنا بمناطق النفطيه بشكل عام مع انه احنا بمنطقه محررة محررة وابار النفط شغالة بس ما مع هالشيء في تقصير من هالناحية. ومثل ما تعرف انه منطقة دير الزور على نهر من النفط على نهر من النفط. نحن اهل النفط ومحنا شبعانين النفط ولا نعرف الله وكيلك. انا واحد من الناس صار لي سنتين ما شفت المازوت النظامي كله شغل تكرير والالات الزراعية ما يمشي حالها على هالتكرير هذا بدها مازوت صافي يعني. يعني لا ما في نفط والسماد غالي والبذار كل شيء والبذار أنا غالي. أنا عندي سيولة. أنا عندي يمكن شوال حب مغبي من السنة الماضية عرفت شلون. نعم. أتحمد ربي الحمد لله رب العالمين قدرت أني أطشه بالقاع هاي عرفت شلون. بس غيري ما عنده سيولة أنه يروح يشتري مثلا كيس الحب ب6000 ليرة لحتى يطشه مثلا يجهز مثلا دونم الأرض بده كيس حب ماشي 6000 ليره وبده كيسين سماد من 5000 10000 ليره مع ذلك لتجهيز التركتور مثلا الجرار يعني بده شيء 15000 تطلع له مثلا شوالين. الشوالين ما تكفي شهرين زمان يعني واللي خاصه اللي عنده عطافيل واللي عنده لاجئين واغلب مثل ما انت شايف يعني اغلب الناس لاجئه على القرى. اهل المدينه كلها لجأت على القرى يعني بصراحه. اللي تدمر بيته واللي انخرب بيته واللي راح رزقه يعني كمحل ولا مصنع ولا اي شغله يعني كان يترزق الله من وراها. سنثأر يا سوريا عن قريب ستبني فخارا بشعب نجيب. إذا اشتد يا هوما عليك الأسى فللعسر يسر يزيل.